بعنوان تصميم استراتيجية للتعلم المقلوب قائمة على وحدات التعلم المصغر لتعلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية، مقدم من الباحثة سمر سابق محمد سابق، باحثة دكتوراه قسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات كلية البنات جامعة عين شمس. لاحظت الباحثة أنه على الرغم من أن جميع الدراسات التي اهتمت بنموذج الفصل المقلوب تطالب بأن يسير التعلم المقلوب بصورة واضحة متضمنا الكثير من المراحل الرئيسية الهامة والتي تتضمن خطوات ضرورية لإتمام عملية التعلم بنجاح، إلا أن الدراسات التي تحدد استراتيجية واضحة وصريحة للتعلم باستخدام الفصل المقلوب لتعلم الرياضيات نادرة. بالرغم من أنه لكي تسير عملية التعلم بصورة واضحة ومتسلسلة تحقق أهداف التعلم، يجب أن يحدث ذلك في ضوء استراتيجية واضحة المراحل يتم سير التعلم من خلالها في ضوء خطوات محددة متسلسلة ومحسوبة ضمن معايير نجاح محددة. لذا رأت الباحثة أنه من الضروري تصميم استراتيجية لتعلم الرياضيات باستخدام الفصل المقلوب. مما سبق تمكنت الباحثة من صياغة مشكلة البحث فيما يلي: الحاجة إلى تصميم استراتيجية للتعلم المقلوب قائمة على وحدات التعلم المصغر لتعلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية. أسئلة البحث: انطلاقا من صياغة مشكلة البحث طرحت الباحثة السؤال الرئيس التالي: كيف يمكن تصميم استراتيجية للتعلم المقلوب قائمة على وحدات التعلم المصغر لتعلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية؟ ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية: 1- ما أسس مراحل استراتيجية للتعلم المقلوب قائمة على وحدات التعلم المصغر لتعلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية؟ 2- ما خطوات مرحلة التخطيط والإعداد للتعلم المقلوب بقسميه: الفردي في بيئة التعلم الإلكتروني قبل الفصل المدرسي والتعاوني في الفصل المدرسي؟ 3- ما الخطوات التي تتم أثناء التعلم الفردي الذاتي في بيئة التعلم الإلكتروني قبل الفصل المدرسي وأثناء التعلم التعاوني في الفصل المدرسي؟ 4- ما الخطوات التي يجب أن يتم إجراؤها بعد انتهاء التعلم المقلوب؟ 5- ما خطوات التقييم والمعالجة للتعلم المقلوب؟ أهداف البحث: يسعى البحث الحالي إلى التوصل إلى 1- استراتيجية للتعلم المقلوب قائمة على وحدات التعلم المصغر لتعلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية. 2- تقديم دليل للمستخدم لتطبيق الاستراتيجية. فروض وحدود البحث: أولاً، فروض البحث: يفترض البحث الحالي أنه بالإمكان تصميم استراتيجية للتعلم المقلوب قائمة على وحدات التعلم المصغر لتعلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية. حدود البحث: يقتصر البحث الحالي على تصميم مراحل استراتيجية للتعلم المقلوب قائمة على وحدات التعلم المصغر لتعلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية. 2- عمل دليل إرشادي لتطبيقها بدون تطوير لبيئة التعلم المقلوب للاستراتيجية. إجراءات البحث: اتبعت الباحثة الخطوات التالية: 1- توضيح الأسس النظرية التي تقوم عليها الاستراتيجية من خلال عرض بعض الأدبيات التي اطلعت عليها الباحثة والتي تتعلق بالتعلم المدمج والتصميم التعليمي للتعلم المقلوب والتصميم التعليمي لوحدات التعلم المصغر واستراتيجيات التعلم الفردي والذاتي واستراتيجيات التعلم التعاوني وأساليب تعلم الرياضيات من الدراسات والبحوث السابقة. 2- تطوير الاستراتيجية في صورتها المبدئية التي تراها الباحثة ملائمة لخصائص التعلم المدمج والمقلوب وخصائص التعلم المصغر بما يتناسب مع أساليب تعلم الرياضيات الفردي الذاتي والتعاوني. 3-
عرض الاستراتيجية على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم ومحكمين متخصصين في مجال طرق تدريس الرياضيات لإبداء الرأي في مراحلها وإضافة خطوات ضرورية أو حذف خطوات يرون عدم أهميتها. 4. تعديل الاستراتيجية وصياغة مراحلها في صورتها النهائية في ضوء آراء المحكمين وملاحظاتهم واقتراحاتهم. 5. التوصل إلى الصورة النهائية لاستراتيجية التعلم المقلوب قائمة على وحدات التعلم المصغر لتعلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية. 6. صياغة دليل إرشادي لاستخدام استراتيجية للتعلم المقلوب قائمة على التعلم المصغر لتعلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية. 7. المقترحات والتوصيات. نتائج واستنتاجات البحث: توصلت الباحثة لمخطط نهائي للاستراتيجية يضم 4 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التخطيط والإعداد للتعلم المقلوب بقسميه. المرحلة الثانية هي مرحلة التعلم الفردي الذاتي في بيئة التعلم الإلكتروني قبل الفصل المدرسي، والتعلم التعاوني في الفصل المدرسي بتوجيه المعلم. 3. مرحلة ما بعد التعلم، والمرحلة الرابعة والأخيرة هي مرحلة التقييم والمعالجة للتعلم المقلوب. كما توصلت الباحثة إلى دليل إرشادي لاستخدام استراتيجية للتعلم المقلوب قائمة على وحدات التعلم المصغر لتعلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية، ويوضح هذا الدليل بالتفصيل 4 مراحل أساسية للتعلم المقلوب القائمة على وحدات التعلم المصغر، هي المراحل الأربعة التي اعتمدت عليها الاستراتيجية في هذا البحث، مع الخطوات التنفيذية لكل مرحلة والتوقيت الزمني لحدوث كل خطوة. شكر وتقدير: مع خالص الشكر والتقدير والامتنان لكل من ساهم في خروج هذا المؤتمر إلى النور، ولكل هذه الجهود الجبارة التي عملت في هذه الظروف الصعبة على إنجاح هذا المؤتمر، ولكل العاشقين للبحث العلمي الذين يعملون مخلصين على رفعة هذا الوطن.